عرفت شو بدي منك يا برهوم؟ ايه زعيم، لحلف دكاني دكاني وتاجر تاجر، ولحساوي اللي قلت لي عليه. بس دير بالك حدا يعرف من التجار انه انا بعتك. لا شو حدا يدرى، هون حفرنا وهون طمرنا زعيم. بري عليك، بعد ما بتفتل بالسوق بترجع بتخبرني شو صار معك. يا مرق زعيم، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زعيم بحسن افهم منه، ليش وكلته لبرهوم بالذات بهي المهمة؟ أول باشتان برهوم قبضاي وقلبه حاضر، بعدين ما صار له حصة بيشتغل عنا، ما حدا بيعرفه من التجار. مزبوط زعيم، بس أنت شو غايتك؟ هذا يا سيدي رح قلكن بالتفصيل ممل شو غايتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو فيني أخدمك عمي؟ عمي من بعد إذنك، أنا زلمة يعني غريب عن الحارة، وقصدك هيك بطلق. أبشر، إش كان بقدر تكرم عيونك. الله يخليك يا رب، يطول بعمرك. بصراحة عمي، وهذا الصندوق رح يكون كل شيء مصاري لميناه من التجار، ورح ضل مع واحد منهم. إيه بس عدم مؤاخذة يا زعيم، يعني في صندوق عند الشيخ أبو محمود، هذا الصندوق الثاني شو بدنا فيه؟ يا عقيد، الصندوق اللي عند أبو محمود هو للفقراء والأرامل تبع الحارة، أما هذا الصندوق اللي فيه مصاري من التجار لح نشتري فيه سلاح وحوائش السوار كلياتها. وانت يا عقيل الفرنساوي بيعرفها، ما فينا نظهرك أبدا، لذلك اخترنا التاجر. اللي عم تعمله يا زعيم زينة العقل، الله يقدرنا على فعل الخير يا رب. آمين يا رب. عمي الله يرضى عليك، خلي ذهباتك معك وشوف لك شي تاجر حطهم عنده. عمي قلت لك انه انا زلمه غريب على الحاره، يعني ما بعرف حدا. لك يا عمي انا لا بعرفك ولا بتعرفني، برضاي عليك، هاي اماني وانا ماني قدها. الله يرضى عليك، ليك السوق كتير كبير، شوف لك اي تاجر وحطهم عنده، برضاي عليك. امرك ماشي، كتر خيرك، يلا السلام عليكم. وعليكم بالسلام، الله يكون معك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. ايمت بتحب ترجع تاخذهم عمي؟ عمي يعني بدي انا بصراحة اسافر على حلب، بدي شي يومين ثلاثة لارجع، بس لارجع ان شاء الله باخذهم. انت غريب عن الحارة والسوق؟ ايه والله عمي، انا غريب عن الحارة. هلا شو قلت عمي، بتخليلي هون عندك ولا شو؟ ايه من عيون التنتين، ايمت ما حبيت ترجع تاخذهم، بتاخذهم من عيون التنتين بتلاقيهم جاهزين عمي. الله يكتر خيرك عمي، الله يكتر خيرك، يلا مشكور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هالأجدب هاد؟ واحد بيحط ثلاث ذهبات بدون أي ضمانة؟ يلا رزقة وجتني، بكون أجدب إذا ما قبلتها. ليش لحتى حطهم معي أمانة؟ خليهم معك، خلي مخزنك عبك لكبني. بصراحة يا عمي هدول الذهبات حيلتي وفتيلتي، وأنا قايمهم لحتى أتجوز فيه، ومثل ما قلت لك إنه بدي سافر على حلب وخايف يضيعوا مني هنيك، فحابب تخلي لي هون عندك. الله يكرمك ويوفقك. تكرم عينك. الله يكرمك. رح أكتب لك سند واثنين شهود لتضمن حقك. أعوذ بالله، سند شو وشهود شو؟ عمي باين عليك بتخاف الله وبتتأمن على الروح كمان. تسلم يا ابني، تسلم. الله يسلمك. يلا عن إذنك أنا بدي أمشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. جلال مور يا أبي. هذا الشاب حط عندي أمانة 3 ليرات ذهب، إذا رجع ومالي بالدكان بتعطيه. أمرك يا أبي، ما تأخذ عمي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب. وهدول الاثنين اللي رضيوا يحطوا الامانه عنده، حدا عرفك منو انت؟ اعوذ بالله زعيم، ابدا. تحمل ضرب طريقك وتروح لعندي على البستان، بتكب مغيب كم يوم، وقت بدي اياك بناديلك. يا مرك زعيم، يلا بخاطركم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك معقول من كل هالتجار
ما رضيوا غير اثنين يحطوا الذهبات عنده. يا عقيل، مو المهم تاخذ الامانه، المهم تحافظ عليها، لانه الامانه صعبه كثير، مو هيك شغله؟ مزبوط يا زعيم، الامانه صعبه كثير. اسمع لك، بيقول لك الزعيم بكره بتترك شغل الارض وبتنزل على السوق. ايوه، وما قال لك شو بدي سايب السوق؟ بتروح لعند ابو جلال وابو حمدي بتقول لهم رجعوا لي الذهبات اللي حطيتهم امانه عنكم، شنو رجعت من السفر. خلاص، من بكره قبل الظهر كون بالسوق. ماشي، بيقول لك الزعيم بتقول له لابو جلال اعطيني الاربع ذهبات. اوف، اربع ذهبات؟ لك ايه، هيك قال لي الزعيم. ايه بس انا اعطيتهم ثلاث ذهبات. لك يا اخي روح فهمه هيك للزعيم، شو بصير معك؟ روح فهمه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي هي انا رجعت من شان اخذ الامانه من عندك. اي امانه عمي؟ انت الك امانه عندي؟ شي ولك شي بلدك عمي؟ الأمانة الثلاث ذهبات اللي حطيتهم عندك قبل ما أسافر على حلب، قلت لك أنا مسافر على حلب، لغيب لي كام يوم وارجع لعندك، شو بنا؟ شي؟ طيب، أنت عندك شي ورقة أو مستمسك إنك أنت حطيت عندي ثلاث ذهبات لك عمي؟ ليك؟ والله ما عندي، بس أنا يعني أمنتهم أمانة عندك. روح عمي من هون، روح، روح، جاي تنصب علي؟ روح خيط بغير مسلة. لك شو هالحكي هذا اللي عم تحكي لك عمي؟ لك ثلاث ذهبات انا جيت لعندك وحطيتهم هون، وقلت لك انا مسافر على حلب وراجع وباخذهم. يا روح عمي روح، روح احسن ما اشتكي عليك للكراكون وقول لهم عم تنصب على العالم، روح. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني هلا انا بفهم منك انه انت ما رح ترجعهم للذهب. هيك لسه بقلك ما الك عندي شيء. روح عمي روح، روح. شو علي؟ انا بعرف شلون ارجعهم. روحوا اعلمك خيلك ركاب، قال بده ثلاث ذهبات، قال يخرب بيته شو نصاب. لك ما معه مستمسك، ما معه ورقه، ما معه شيء، يخرب بيته شو نصاب. السلام عليكم. مرحبا عمي جلال. عليكم السلام. الله يسعدك. شو اخبارك؟ الله يسعدك يا رب. انا جاي اخذ الامانه اللي حطيتها عند الوالي. هي براسي سواك. يسلم راسك. شرف عمي. الله يسلم ايدي. شو ها؟ هدول ثلاث ذهبات وانا حطيت عند الوالد اربع ذهبات. نعم عمي اكيد انت نسيت، انت حطيت عند الوالد ثلاث ذهبات وبالعلامين كنت واقف هون يعني. لا حول ولا قوة الا بالله، لك شلون بدي انسى؟ حدا بينسى يلي اله؟ لك يا حبيبي الله يوفقك، ناولني الليرة الرابعة وخليني امشي. يا حبيبي انت حطيت عند الوالد ثلاث ذهبات. هاي مصرياتك وصلوك على دوز بارا، شو بتريد مني لسه؟ لك شلون يعني بدك تكذبني؟ عم اقول لك حطيت عنده اربع ذهبات، لسه بيقول لي ثلاثة، الله يوفقك، اعطيني هالليرة الرابعة وخليني امشي. عمي حطيت عنا ثلاث ليرات ذهب، بتحب تاخذهم؟ اهلا وسهلا، ما بتحب تاخذهم؟ اعلم بخيلك اركبوا يلا. يعني عم تهددني؟ ايه؟ شو عليه؟ أنا بعرف شلون آخذها، أنا بورجيك. لك هو نصاب، يفضح عينك شو نصاب. حرامي هيك لك ما رضي يرجع لك الأمانة. ايه زعيم مثل ما عم اقول لك، نكر علي. بسيطة، تحمل ضربة ريقك وبتروح لعند أبو حمدي وأبو جلال وابنهم وبتقول لهم يجوا لعندي حالا. من شان آخذ الأمانة اللي حطيتها عنده، نكر الذهبات وقال لي روح مالك معي شي بالمرة. شو هالحكي؟ مزبوط هالحكي يا أبو حمدي؟ لا مو صحيح زعيم، ما حط عندي شيء، وإذا كان عنده أي دليل أو إثبات ضدي يقدمه. حكي لك شي كلمة شيخي، شو بنا أحكي لك كلمة؟ أنا برأيي إنه المصحف الشريف هو الفيصل. شو قصدك شيخي؟ يعني كل واحد بعت إيده على المصحف وبيحلف يمين ووقتها يصطفي منه لربه. بلاها المصحف، بلاها. عندك مانع تحلف على المصحف؟ ايه تذكرت، تذكرت زعيم، انت اللي جيت قبل ما تروح على حلب اعطيتني ثلاث ذهبات، هدول هن. تاخرت علي يا زلمه، تاخرت علي، هدول هن.
قلت لي هلا تذكرت. حدا بينسى الامانه يا ابو حمدي؟ وانت يا ابو جلال عم يقولوا انه حطوا عندك 4 ليرات ذهب، الكلام مزبوط ولا مو مزبوط؟ لا زعيم ما حطهن. ايه زعيم كلامه مزبوط، حط عنا 4 ليرات ذهب، ابني عطاه 3 وباقي له عنا ليرات. شرف يا ابني. بس يا ابي هيك ما بيصير. وهيك مالت ال4 ليرات يا ابني، شرف. زعيم انا تاخرت كثير على الدكان، تسمح لي روح على الدكان زعيم؟ الله معك. وانا كمان اسمح لي ارجع على الدكان بما انه رجعت له ال4 ليرات ذهب. لا عود ابو جلال، انا عاوزك شوي. تؤمر زعيم. جلال سبني على الدكان. امرح يا ابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو جلال كل واحد لازم ياخذ حقه. نحن قلنا 3 ذهبات اخذناهم وانت الك هالذهبه، تفضل خذها. بالنسبه لبرهوم انا اللي بعثته لعند التجار مشان يختبر امانتهم، وطلعت انت قد الامانه وزود. هذا واجب كل تاجر يا زعيم. يا جماعه يا عقيد، ابو جلال اشترى سمعته واسمه باغلى من الذهب، لذلك قررت انا انه الصندوق يكون عنده لانه هو خير من ائتمن. والنعم منك يا ابو جلال، والنعم منك.